شفتوا بقى بلادنا وروعتها وعظمتها؟ مش قدام الدنيا بس، لا ده في التوراة والإنجيل وفي القرآن. شوفوا الجمال، عايز اوريكم بقى. لا نطلع الجبل كده على قد ما نقدر. سبحان الله سبحان الله، روعة الخالق على الأرض. حاجة كده سبحان الله العلي العظيم، الجبال مرسومة. نبي الله موسى والشجرة المقدسة والوادي المقدس والبير اللي عمره 3500 سنة، كلمة بقولها في دول حواليكو بتدفع ملايين الدولارات عشان يبقى لها تاريخ وتشتري، بتفضل تبذل مجهود كبير جدا علشان يبقى لها تاريخ وتشتري لولادها. أما مصر كل شبر فيها بتاريخ. النهاردة مش احنا اللي بنقول، لأ رب العرش اللي بيقول. شايفين مصر بنحضرها وتاريخها؟ شايفين دولة بتفكر بتبني وبتعمر؟ يقولك هنا هتلاقي طريق كده، يمكن هنا ده الطريق اللي بالجمال لجبل نبي الله موسى، وفي 3000 سلمة معمولين للرهبان عشان يطلعوا الجبل فوق. الفش ده جبل نبي الله إلياس، الصفصاف ده هو ده هيبدأوا مشروع السياحة الضخم بقى. شوف الدولة المصرية بتعمل ايه، شوف شوف بتعمل ايه. هتاخد المنطقة دي كلها كلها بالكامل علشان تقول للعالم كله ان مصر عندها تاريخ حقيقي، عشان تقول وتشاور على بلادها بعظمة. شوف القيادة السياسية، شوف سيادة اللواء خالد فودة، شوف كل مسؤول مخلص في مصر بيعمل ايه. انا على طول اطلع بيكو كمان، يعني هحاول لحد ما نفسي يتقطع هطلع.